في عمق الغابات العتيقة التي تلتف حولها غيوم من الضباب في أقاصي شمال أمريكا الشمالية، يكتنف الغموض كائن أسطوري يدعى البيغ فوت. إنه الهمس الذي يثير القلق في قلب أي متجول، والسر الذي يرفض أن يكشفه الزمن. لكن من هو هذا الكائن الغامض ذو القدم الكبيرة الذي يحتمل أن يكون من بقايا عصور غابرة؟ تبدأ الأسطورة في القرن التاسع عشر، حين بدأ السكان الأصليون يحكون قصصاً عن ساسكواتش، وهو كائن ضخم ومغطى بالشعر ويرقبهم من بين الأشجار. ومع كل جيل تنسج الحكايات خيوطاً من الغموض حول هذا الكائن العملاق الذي يفوق طوله الإنسان العادي بأضعاف، والذي يترك وراءه آثار أقدام كبيرة تتحدى المنطق. وفي ستينيات القرن العشرين أثيرت ضجة كبيرة عندما ظهرت صورة ضبابية تزعم أنها للبيغ فوت. هذه الصورة التي التقطت في الغابات النائية بولاية واشنطن تظهر كائناً يخطو بخطوات مهيبة عبر الغابة. الصورة رغم أنها ضبابية أثارت دهشة العالم وجعلت البيغ فوت حديث الساعة، لكن حتى اليوم يبقى الجدل قائماً حول صحة هذه الصورة وتفاصيلها. وعلى الرغم من العديد من المشاهدات والتقارير التي تسجل آثار أقدام ضخمة ومعرفة الناس بالقصص القديمة، فإن الأدلة العلمية حول البيغ فوت تتأرجح بين الغموض والجدل، كما أن الدراسات التي تناولت آثار الأقدام التي يزعم أنها للبيغ فوت قد وجدت أنها قد تكون إما نتيجة لتزييف مقصود أو لأسباب طبيعية أخرى. فضلاً عن أن تقنيات مثل تحاليل الحمض النووي لم تؤكد وجود أي مخلوق غير معروف، مما يجعل من الصعب فصل الحقيقة عن الخيال. يعمل العديد من الباحثين المتحمسين على تعقب كل خيط قد يؤدي إلى كشف هذا اللغز، حيث يدرسون كل شجرة وكل خندق، لكن البيغ فوت بمهارته في الاختفاء يظل بعيداً عن متناول اليد، هذا إن كان موجوداً بالطبع. وتتناقل نظريات مختلفة بين كونه بقايا مخلوق نادر من عصور ما قبل التاريخ، وبين كونه مجرد خيال جمع بين القصص الشعبية والبحث المتعطش للإثارة. ورغم عدم وجود دليل قاطع على وجوده، فإن البيغ فوت قد أعطى دفعة قوية لاهتمام الناس بالطبيعة وحمايتها، كما تحفز القصص عنه على الإقبال على الغابات والاستكشاف، ولو من باب الفضول والهروب من هموم الواقع.